فضيلة الشيخ عطية، تحدثنا سابقا عن نواقض الوضوء، فهل تحدث أمور يظنها البعض أنها تنقض الوضوء وهي لا تنقضه؟ نود التعرف عليها. نعم، هناك بعض الأمور التي يظن الناس أنها تنقض الوضوء، منها القيء، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به، ومنه أكل لحم الإبل وما مسته النار، ومنه شك المتوضئ في الحدث لا يضر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك في خروج الريح وهو يصلي هل ينصرف؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه أحمد وبعض أصحاب السنن، وروى مسلم وغيره مثله أو قريبا منه، والمراد التأكد من خروج شيء. كذلك القهقهة في الصلاة قال بها الأحناف ولم يصح فيها شيء. هذه بعض الأشياء التي يظن أنها تبطل الوضوء ولكنها لا تبطله، والله أعلم.